تفصيلة وخياطة فستان حريمي بشكل سهل وبسيط ومن الصفر، ومقاس 44 بطريقة سهلة وبسيطة. أهم حاجة تتفرجي واحدة واحدة وصدقيني هتعملي أجمل من الفستان ده. اللايك يا جميل والتعليق يا السلام جميل عليكم واشتراك ورحمة الله القناة. وبركاته، ازيكم يا اجمل جمهور في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا يا جماعه مع بعض بتصميم فستان خروج بطريقه سهله وبسيطه قوي، وكمان لكل المقاسات. هنبدا ان احنا نحط مقاس 44 بطريقه سهله وبسيطه قوي. بصوا بقى يا جماعه، هنحط المقاسات معاها كمان القوانين بتاعتها، يعني مش هحط المقاس بس، لا ده انا كمان هحطه بالقانون، تمام؟ عشان بس ايه، يعني لو انت جديده تبقي عارفه القانون بتاعه يبقى ايه، يعني محيط الصدر قانونه ايه، محيط الارداف قانونه ايه، محيط الوسط قانونه ايه كمان، تمام؟ هنبدا بقى نيجي واحده واحده كده على البطرون الاساسي الموجود تحت في صندوق الوصف لكل المقاسات، هتلاقيه بشكل سهل قوي قوي وبسيط، تمام؟ هنيجي واحده واحده كده ونبدا نعمل التعديلات بتاعتنا عليه. اول تعديل يا جماعه هنيجي نعمله هنا، ان احنا هنيجي من عند، بصي الجزئيه بتاعت حرده نقطه الجيرو دي او الحرده بتاعت الجيرو، الخط المستقيم مالكيش دعوه بالحرده، خليكي في الخط المستقيم. هنبدا ان احنا ننزل في الخط المستقيم ده من هنا كده، من عند حرده الرقبه الناحيه التانية، تمام كده؟ يعني انا هنزل هنا 4 سنتي، تمام. طب ال4 سنتي دول لما اجي اطلعهم بره على حرده الجيرو بتاعتي اللي هي اساسا اللي انا هشتغل على اساسها، يبقى انا لما اطلعهم بره كده هبدا اخدهم كده بزاويه كده، شايفه ازاي؟ طب معنى كده يا مريم ان دي هناخدها ونشيلها ونقصها ونفصلها ونبدأ ان احنا مش هنستخدمها تاني، لا هنستخدمها تاني، بس انا بوريكي ان انتي عندك قصة هنا، هو الفستان بقصات، فهنا عندك قصة، هنبدأ ان احنا نقص، وهبدأ اجهز القصات بتاعتي او القصة بتاعتي دي، تمام؟ ثانية واحدة بالشكل ده كده. الاول طبعا ناخد الحردة بتاعت القمة عادي خالص، وهناخد حردة الامامية بتاعت الرقبة والحردة الخلفية بتاعت الرقبة، وبعدين هنبدأ نيجي كده واحدة واحدة ونركن كده الأجزاء دي كده على جنب، ثانية واحدة، وهنيجي بقى نستخدم الأمام، لأن الأمام هو اللي فيه القصة بتاعتنا يا جماعة. الأمام أهو، تمام، نظبط بس الأمام واحدة واحدة كده عشان خاطر هو ايه، لما مبيبقاش مظبوط الدنيا بتبوظ فيه، فاحنا عايزين نظبطه على الآخر. فابتدينا كده وشيلنا حردة الرقبة، تمام. وبعدين هناخد القصة بقى، القصة بتاعتنا اهي، القصة بتاعت دوران الصدر، تمام، بالشكل ده كده القصة اهي. طيب القصة دي وانا بركبها بقى يا مريم في تعديل على القصة وانا شفته في الفستان. التعديل على القصة ان انا هبدأ اعمل جزئية كده كشكشة، الجزئية دي هركبها قبل ما اركب القصة بتاعتي، تمام، كشكشة كسرات اللي انت حابة تعمليه هتعمليه سهل وبسيط قوي. يعني هي الكشكشه هي نفسها الكسرات، ازاي يعني الاتنين مع بعض؟ دي حاجه مختلفه عندي، لا ما انا افهمك، الكشكشه تبقى كسرات او يعني كسرات كده ايه، بصي بتبقى حاجات كده، ثانيه اوريكي واحده الكسرات، بس تبقى كده 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 حاجات ايه عشوائيه، فاهمة؟ من غير مقاس، اما الكسره بمقاس. فانا دلوقتي اللي بعمله ده ايه بقى، كشكشه. ليه؟ لان هي ملهاش مقاس، كسرات اهي كسرات، اه بس كسرات من غير مقاس، يعني دي كبيره دي صغيره، دي كبيره دي صغيره، دي كبيره دي صغيره، تمام، فاهماني؟ او دي وسط او دي زيها كبيره كبيره وبعدين دخلت واحده صغيره، فدي الفرق بس ايه في الكشكشه والكسرات والحاجات دي. نبدا نجيب القصه بتاعتنا، نبدا نجيب القصه بتاعتنا اللي هي المفروض من اول هنا، من اول هنا كده، ونبدا نوصلها ونوصل القصه دي لحد النهايه. بس وانا بوصل القصة اوصل كمان معاها الفستان او جزئية حردة الرابط معايا، تمام، وراعي جزئية حردة الرابط دي قوي، اراعيها لان انا اصلا جاياها بزاوية، واخداها بزاوية، تمام، اراعيها ازاي بقى، اروح ماشية كده معاها نفس الزاوية بتاعتها، لما امشي نفس الزاوية بتاعتها يبقى انا كده ايه براعيها، تمام. ثانية واحدة، وهنبدأ ان احنا نوصل، وهنا نوصل، وهنا نوصل بنفس الشكل، ونكمل كده لحد النهاية خالص خالص. طبعا هنا بقى جت معايا بزاوية ايه اقل منها، فانا هبدأ اسيب الجزئية الزيادة دي واسيبها، مش هشيلها، تمام. هبدأ بقى ان نفرد كده التصميم بتاعي ده،
ثانية عايزين نفرد بقى حردة الرقبة، بس ما نفرداش وتتقطع مننا ولا حاجة. لا احنا عشان خاطر هي صغيرة شوية هبدأ افردها واحدة واحدة كده بالشكل ده، شايفة ازاي؟ بالشكل ده كده تمام. طب دلوقتي في زيادة معايا، الزيادة دي هبدأ اشيلها حاجة كده واحدة واحدة كده، واروح ماخد الزيادة دي كده. بصي زيادة جالي من اول هنا اهو وجالي بحردة، هبدأ اشيل الزيادة. طبعا في هنا دبوس، فهبدأ اقسم الدبوس نصين، قسمته نصين بالشكل ده تمام. طبعا في هنا زيادة كمان تانية، نبدأ ان احنا نشيلها اهي كده، نبدأ نشيلها بالشكل ده تمام. ابدأ برضو اشيل الزيادة دي كده كده، واشيل حردة الابط كده معايا. طبعا مش حردة الابط حردة الابط، لا حردة الابط الموجودة في الزيادة تمام بالشكل برضو ده. يبقى انا كده ركبت القصة بتاعتي في الفستان وموجودة زي ما هي. هبدأ بقى اجيب الخلف، طبعا هتلاقي ان الخلف اسر معاكي، هتعملي حساب انك انت يعني مثلا طولك انت مثلا 50، او طول البلوزة اللي انت هتعملي 50، طول البلوزة ده 50، انت هتعملي القصة دي لا يبقى تزودي عليه 5 سنتي زيادة، ويستحسن تزودي 10 سنتي، ولو في اي زيادة تبتدي انت تتنيها عادي خالص. فانا بفضل دايما ان انت تزودي في المسافات احسن من انت ايه تلاقي الدنيا باظت منك او كده، لا فتخلي خليكي في الزيادة احسن تمام. يعني انت مثلا طول البلوز اهو 50 العادي، انت طول بلوزتك 50 العادي بتاعك 50. دلوقتي مثلا انا عايزة اعمل بلوزة بقصة كده، فبلوزة بقصة كده هزود عليها على طول 10 سنتي كمان، يبقى 60. بطول البلوزة اللي انا هستخدمه للتصميم ده 60، عشان خاطر اظبط التصميم بتاعي بنفس الصورة. شفتوا بقى الفرق اهو، شايفة الطول ده فرق. فهنبدأ ان احنا نعمل ايه بقى، نبدأ ان احنا نتنيه كده لجوه عشان يبقى ضمن التانية. انا هعمله كده مع الورق عشان اوريكي لو انت ايه عملتيه مثلا مع القماش، فانت هتعمليه كده كده مع القماش تمام بالشكل ده، شايفة ازاي؟ طيب دلوقتي انا خلصت البلوزة. البلوزة فيها حاجة تانية، لو ركزنا تحت هنلاقي ان البلوزة فيها مرد، مرد بس مش مرد من فوق لتحت، لا ده مرد من تحت وفوق ما فيش فيه مرد. هنبدأ نعمل الموضوع ده. ثانية واحدة بقى نجيب ورقة تانية مختلفة كده، هنبدأ نقص جزئية كده حوالي 2 سنتي، حوالي كده 2 سنتي بالشكل ده بالطول، واللي هتكفي دي ودي تمام. شايفة انا فتحتها ازاي؟ عشان كده بقولك هو بقصات اصلا البلوز. هبدأ ان انا اتني الورقة دي كده عشان لما اجي ادخلها تبقى سهلة، هتنيها ووري. بصوا يا جماعة دلوقتي بقى اهي تنيتها، بصي تنيتها بالشكل ده. انت تتنيها بمكوة او تتنيها بحاجة مكوة، هي مكوة احسن حاجة المكوة تمام. ليه بقى؟ عشان تظبط لك المرد وانت بتخيطيه ميبقاش في اي اعوجاج خالص تمام. هبدأ ادخلها من فوق كده، من فوق من فوق من فوق كمان مرة من فوق. ثانية واحدة بقى، مش هنجيب بقى الدباسة هنا، لا ده احنا هنجيب الدبابيس عشان الدبابيس هي اللي هتعملي موضوع المرد السهل ده. هنبدأ ان احنا نقفل. هتقولي طب ما كنت يا مريم عملتي المرد الاول وبعدين ركبتي القصة، لا لان انا لو عملت كده كنت ايه اللي هيحصل؟ كان ساعتها الوسع ده هيزيد، وانا مش عايزه الوسع يزيد، انا عايزه يبقى زي ما هو، انا مش عايزه الوسع بتاع المرد ده يزود لي الجزئيه دي. يعني شايفه لما قفلتها اتقفلت بالظبط، شايفه ازاي؟ بصي لما اتقفلت من هنا المسافه بتاعتها، المسافه بتاعتها هنا اتقفلت بالظبط، جت عليها بالظبط. تخيلي بقى لو دي كانت واسعه او مفتوحين الاثنين مع بعض، ساعتها كانت هتفرق كتير قوي، فاهماني؟ فاحنا عشان كده حبيت ان انا اعملها بعدها. طب انا مريم هعملها على القماش، هعملها هي الاول ولا لا؟ طالما هتعمليها على القماش فانت هتقدري تتحكمي في الزراير ان انت تقفليها وبعدين تركبي القصه، بس يستحسن ان انت تعملي القصه الاول وبعدين المرد عشان تظبطي الطول بتاع الكشكشه بتاعتك تمام. فهي الكشكشه الموجوده معايا هنا موجوده على الصدر او دوران الصدر فقط تمام. لا انت لو لاحظتي ان انا مخدتش طول الجزئية دي بتاعت الكشكشة، ثانية واحدة اوريكي ان هي موجودة على دوران الصدر بس، ثانية واحدة بس اركب المرد بالشكل ده كده تمام. هبدأ اوريكي بقى ان الكشكشة دي هي على دوران الصدر بس، ما جاتش على دوران الوسط، دوران الوسط موجود فيه كده تمام اهي بالشكل ده، شايفة ازاي؟
طيب دلوقتي ثانية واحدة بس نبدأ ان احنا نثبت التانية دي. انا هشيلها وانتي بيثبتيها بالخيط، تمام؟ انا هشيلها، انا مش عايزاها تبقى موجودة، هي لسه هركب الجيبة وكل الحاجات دي، فانا مش عايزة التانية دي تبقى موجودة، تمام كده؟ هبدأ ان انا اشيلها واحدة واحدة بالشكل ده. بعد ما شلتها واحدة واحدة بالشكل ده، وبعد ما عملت المرد ده، المفروض طبعا المرد يجيلي كده ويتقفل، انتي طبعا هتزوديه شوية وتجيبيه كده ويتقفل، بس ايه، قفلة بسيطة كده، ثانية واحدة كده بالشكل ده، شايفة ازاي؟ ثانية واحدة عايزة افتحه بس. المهم دلوقتي كده، بصوا يا جماعة هنجي من هنا كده ونقفل كده ونفتح كده، ثانية كده كده، تمام تمام. طيب دلوقتي بعد ما قفلت، او سيبيه مفتوح يا ستي، خلاص انا هفتحه، سيبيه مفتوح. بعد ما عملت المرد ده وبعد ما خلصت الجزئية بتاعت الكشكشة، في عندي بقى بتاعت الفستان من تحت، هنبدأ ان احنا نعملها. نركن بقى البلوزة دي كده على جنب، نجيب دي، هي الجيبة عندي او باقي الفستان من تحت بقصات، الفستان كله قصات اصلا، الفستان كله قصات اساسا. فاحنا نيجي كده واحدة واحدة ونبدأ كده واحدة واحدة ونسمي الليه. دلوقتي القصات بتاعتنا انا عايز اعمل قصة واحدة تكون قصتها وقصرات فيها خفيفة، والتانية تكون قصرات فيها كتير قوي، تمام؟ واللي هيكون كتير قوي فانا استحسن اجيب ورقة هردية عشان تكون اطول، ثانية واحدة، اي الورقة عشان تكون اطول من دي بشوية، تمام؟ هنبدأ نيجي بقى هنا يا جماعة واحدة واحدة كده، نبدأ نقسمها كده نصين، تمام؟ قسمت الجزئية دي نصين. طب انا اصلا شغالة على دوران قد ايه؟ انا مش عايزة الخلف والامام، الناس بس اللي تفتكرني ان انا هاخد الخلف والامام، لا، انا النهاردة هعمل امام بس للجيبة، وانت هتعملي نفس الفكرة، تمام؟ اوريكي بس نقطة. دلوقتي انت شغالة بدوران وسط قد ايه؟ شغالة بدوران وسط 8 سنتي، مع المرد زاد حوالي نص سنتي، حوالي زاد نص سنتي، تمام؟ طيب دلوقتي لما نزلت 8 سنتي، طيب هبدأ انزل بقى بالطول القص، او اشوف طول الجزئية اللي انا نزلتها دي قد ايه، فضلت فيها طول قد ايه. فطولها كله 27، تمام؟ هنبدأ ان احنا نقسمه، بس هقسمهم عشوائي كده، تمام؟ يعني مش هختار ان انا اقسمهم بالظبط، لا، انا اقسمهم بالطول او الطول المناسب ليه. فالجيبة مبينة قدامي، او الصورة اللي قدامي بتبين ان هنا الجيبة الجزئية الموجودة في الوسط دي اكبر من اللي تحت، فمثلا تقدري تقولي ان اللي فوق دي 17 واللي تحت دي 10، تمام كده؟ طيب هنبدأ نيجي من عند 17 دي ونروح طالعين، طالعين بحوالي تبقى 15 سنتي، دوران الوسط بتاعها هيوصل كده، ثانية واحدة بس، انا عايزاها تبقى هيوصل 15 سنتي. هنا انا مزودة 9.5، احنا نخليه زي اللي تحت بالظبط، تمام؟ بالشكل ده. تعالي بس نوصله واحدة واحدة وهنبدأ نوصله. دوران الوسط شغالة بيه 8.5، زودت عليه كام بقى؟ تعالوا شوف زودت على دوران الوسط كام، هو اصلا شغالة بتمانية، زودت عليه بقى بالظبط 16، هو كله على بعضه 16، فهو زودت عليه 8 كمان، يعني الضعف، تمام؟ وهبدأ بقى ان انا اجي من هنا واروح عاملة دي كده، المعنى كده ان انا اقص دي لوحدها ودي لوحدها، دي تعمل فيها كسرات كسرات ودي تعمل فيها كسرات كسرات، تمام؟ هبدأ ان انا اقص واوريكي الشكل اللي انا قصدي عليه ايه. دوران الوسط استخدمنا الضعف بتاعه، دوران الوسط استخدمنا الضعف بتاعه، لما تكون دي 16 ودي 16 يبقى هتبقى ضعف البلوزة بتاعتي او الامام بتاعي، تمام؟ فانا هبدأ ان انا اعمل كشكشة تبقى بالظبط 32، ثانية واحدة، هنيجي نعمل كده كسرات واحدة واحدة كده بالشكل ده، هبدأ
طعم الكسره كمان زي ما قلت لك، الكشكشه والكسرات بتبقى عشوائيه من غير مقاس محدد يعني، يعني ممكن اعملها واحده، بصي اعمل واحده بعيده اهو، مش حطيتهم كلهم ورا بعض، فاهماني الشكل ده؟ تمام، ثانيه واحده بالشكل برضو ده، شايفه ازاي؟ طيب هبدا ان انا اجيب المسطره وابدا ان انا اشوف الدوران معايا يبقى قد ايه بالظبط. والدوران معايا دلوقتي لحد الان هو 18، حلو قوي ال 18 ده، هنبدا ان احنا نقفل بيه بقى البلوزه الموجوده معانا دي. او الجيبه الموجوده معايا دي اهي كده، ثانيه واحده تمام، وهبدا اجيب بيه الناحيه الثانيه كده وتتقفل من بيها نفس الحكايه كده، الاثنين يتقفلوا تمام. ده اول جزئيه من الجيبه، دي اول جزئيه من الجيبه. طبعا هنا مش مرتاحه الدبابيس ديت بسبب ان هي متوصل حد ورا، فانا هرجعها بس شويه ورا اهي عشان تبقى مرتاحه ومتبقاش فيها اي مشكله تمام. طيب دي اول جزئيه من الجيبه. الجزئيه الثانيه بقى هنبدا ان احنا نركبها بس بطريقه ثانيه مختلفه. يعني ايه يا مريم بطريقه ثانيه مختلفه؟ فهميني. هنا انا اشتغلت بدوران قد ايه؟ 16. لما اعمل دي اكبر منها بشويه يعني دي هتكون قد ايه؟ ثانيه بس عشان اقولها لك بالمقاسات اللي احنا اشتغلناها فوق يا جماعه 16، نحدد بس المسات واحده واحده عشان خاطر اوريها لك اهي. هنيجي من هنا كده، من هنا لهنا، من هنا لهنا 16 تمام، دي اللي هي هركبها هنا. طيب تعالوا نشوف بقى الزياده اللي احنا حطيناها عليها قد ايه. 4 سنتي يعني 8 سنتي. لما اجي افردها كده، لما اجي افرد الجزئيه دي كده، يبقى انا هزودها هنا من 4 وهنا 4. هبدا ان انا برضو اعمل كام كسره، اعمل كام كسره كده، واحد مثلا، واحد عشان انا عايزه الوسع بتاع الجيبه ده يبقى موجود او وسع الفستان ده يبقى موجود، واتنين مثلا بعيده عنها كده كفايه ولا لا كده مش كفايه؟ لا احنا مش عايزينها تتاخد كسرات كتير كده، احنا عايزين واحده بعيد واحده ابعد منها، مثلا واحده كده من هنا بس كده خلاص. طب ليه بعتي كده يا مريم الاتنين عن بعض؟ اقول لك ليه حالا حالا، ثانيه واحده بس، لان انا هفرد الكسرات اللي فوق دي، هفردها كده شايفه ازاي؟ امشي كده فرد، مش هتني الكسرات، بالعكس انا هفردها كده واحده واحده. في هنا زياده معايا، في زياده ما فيهاش كسره، هبدا ان انا اجيب دي كده واخدها كسره، وفي زياده تاني هبدا ان انا اظبط برضو الزياده التانيه اللي باقيه معايا دي بحيث ان انا اتنيها، طالما خلاص انا مش لاقيه لها بقى اللي هي عايزه فيها فانا هتنيها تمام. تعالوا بقى نفرد، افردي الفستان بتاعك، طبعا هتعملي من كده كذا طبقه مش طبقه واحده. نفس الصوره نفس الشكل نفس كل حاجه، ثانيه واحده اوريهولك بقى. بصوا يا جماعه الشكل الفستان اتعمل ازاي، نفس الصوره نفس الشكل نفس كل حاجه، ثانيه واحده اوريهولك. انا عايزه ادبس دي ثانيه. خياطه وتفصيل خياطه وفستان، خياطة وتفصيل فستان حريمي بشكل سهل وبسيط قوي. شايفة نفس الصورة ونفس الشكل ونفس كل حاجة، اهم حاجة بس انك تتفرجي واحدة واحدة وصدقيني هتعملي اجمل منه. اللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك في القناة، كل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. مع تحية تعليم الخياطة مريم احمد. تفصيلة وخياطة فستان حريمي بشكل سهل وبسيط ومن الصفر ومقاس 44 بطريقة سهلة وبسيطة، اهم حاجة تتفرجي واحدة واحدة وصدقيني هتعملي اجمل من الفستان ده. اللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك في القناه، كل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. في امان الله، مع تحيات تعليم الخياطه مريم.